الواحد منا له حق، حق بإنه يعيش عيشة كريمة إله ولأولاده وعيلته، وهذا الحق عادة بيحميه القانون والدولة هي يلي بتحمي حقوق مواطنيها. ولما بتحاول الناس ترجع حقها وبتضطر تعمل ثورة، بيتحول هذا النظام لقاتل وبينكر حق الناس حتى بالحياة، وبيصير يقتل ويقصف ويخرب ويعذب. وهيك ممكن بعض الناس تحاول تاخد حقوقها بإيدها وبتصير كمان تقتل وتعذب، ومع الوقت بتصير القصص تفوت ببعض البعض وبيصير في كتير قتل واختفاء وتعذيب وجرائم حرب. بس نحن الشعب حقنا نعرف مين انقتل وليش وكيف وشو مصير الناس يلي اختفت، ومين ارتكب جرائم الحرب، ومين عذب، ومين عطل أوامر، ومين نفذ. وكمان حق الناس اللي كانوا ضحايا وحق أهليهم إنه يتعوضوا عن الشيء اللي صار معهم مادياً ومعنوياً، وحق الناس اللي ماتت إنه نتذكرها ونحكي قصصها ونتذكر كل شيء صار بسوريا لحتى نضمن إنه هذا الشيء ما يتكرر بالمستقبل. ولحتى نضمن هيك شيء، في مجموعة من الشغلات والإجراءات يلي بتنعمل مشان نتوصل للحقيقة أولاً، ونضمن العدالة والمحاسبة ثانياً، وما ننجر ورا الانتقام وندمر الشيء اللي بقي من البلد ويكون فيه تسامح ثالثاً. وهي الإجراءات بسموها العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية بتشبه العبارة يلي بتوصل بين طرفين النهر وسط العاصفة، يعني هي يلي بتنقل المجتمع لبر الأمان وسط العاصفة والموج العالي. ولحتى تنتقل هي العبارة للطرف الثاني لازم تتحقق مجموعة من الأشياء لنوصل للعدالة الانتقالية. لجان الحقيقة، وهي لجان بتتشكل من ناس مالهم على صلة لا بالنظام ولا بالثورة، مهمتهم توثيق الانتهاكات والجرائم يلي صارت والتوصل لحقيقة شو يلي صار بالضبط، وكشف المتورطين بالمجازر والمذابح والقتل، مين ما كانوا وأسباب تورطهم ودوافعهم مشان يمهدوا لمحاسبتهم. الملاحقات القضائية، يعني ملاحقة الأشخاص المتورطين بالجرائم ضد الناس المدنيين، سواء عن طريق محاكم وطنية أو عن طريق المحاكم الدولية أو المحاكم المشتركة، يعني محكمة وطنية بس تحت إشراف الأمم المتحدة، محاسبتهم على الجرائم اللي ارتكبوها بمحاكمات عادلة ونزيهة. جبر الضرر، جبر الضرر يعني تعويض الناس إما بالتعويض المادي عن الأضرار يلي مرقت خلال قمع الناس، مثل إعمار البيوت المهدومة والتعويض عن الأملاك المنهوبة وبناء مستشفيات، أو بالتعويض المعنوي وإحياء أيام ذكرى للشهداء والضحايا وإنشاء متاحف للذكرى. إصلاح المؤسسات، يعني بعد ما تورط الجيش والأمن بقمع المظاهرات والقتل لازم ينعاد هيكلة هي المؤسسات مشان ما يتكرر هذا العنف، ونضمن إنها تخضع للدولة مو لناس محددين. وكمان تخليص المؤسسات من الرشوة والفساد. التسامح والغفران، في كتير ناس اتورطت بالعنف وانجرت لأفعال انتقامية، ولحتى نضمن إنه باب الانتقام يتسكر ونبلش نعمر البلد لازم نسامح ونفتح صفحة جديدة، والناس اللي ما تورطت بالدم تنعطى فرصة جديدة بعد ما تعترف بغلطها وتطلب الغفران. وهيك ممكن هالناس تحكي يا أما على التلفزيون أو بالراديو أو بأماكن عامة عن أغلاطها وتطلب من العالم أنه تسامحها. العدالة الانتقالية مثل الصلحة يلي كانت تصير بالحارات لما تصير شي مشكلة، بيجي طرف ثالث بعيد عن المشكلة وبيحاول يحلها ويحاسب يلي غلط مشان يرجع المجتمع مثل ما كان، ويحاول يطوي الماضي ويبني ويطور حاله من جديد. بس كمان العدالة الانتقالية مو هي تبويس شوارب بعض وعفى الله عما مضى، هي العدالة والمحاسبة والتسامح اللي بتنقلنا من الماضي العنيف يلي كله ألم للمستقبل الجديد يلي نحاول فيه ما يتكرر يلي صار.